اختصاصية مخضرمة ترأست نقابة النفسانيين اللبنانية وأطلقتها للنور بأول طريقة أكيد لتكتب بحضورها علامة فارقة بتاريخها وتاريخ المهنة اليوم عن يوم أكيد عم بتزيد أهميتها المجتمعية. دكتورة ليلى عقوري ديراني النقيبة الأولى للنفسانيين بلبنان نورت استديوهاتنا، أهلا وسهلا فيكي ومبروك فيك. حتى لو بعد شهرين. مرسي كلك ذوق وشكرا. بالبداية للمرة الأولى انتخب العاملون بالمجال النفساني أول مجلس نقابة للنفسانيين بلبنان بخمسة أدار يوم السبت بخمسة أدار، وأكيد انتخبت للمرة الأولى كنقيبة للنفسانيين بلبنان وحتى بالعالم العربي. نعم. هذا الحدث التاريخي أنا بدي أسمع أكثر من حضرتك عنه. أولاً هذا حدث لازم نفتخر فيه أكيد، لأنه نحن أول نقابة حصرية أوردر يعني بلبنان وبالعالم العربي. نعم. ونحن كمان بفتكر إذا مش غلطانة من النوادر عالميا يلي ضمت النقابة تحت جوانحها النفسانيين يعني بسيكولوج والمعالجين النفسيين والبسيكاناليز يعني المحللين النفسيين. وهيدا كان إنجاز بحد ذاته لأنه توصلنا لهون أخذت سنوات من الشغل وتقريب وجهات النظر والتوافق والتضامن. والحلو انه قدر هيدا الحدث يكون تتويج لتعاون كل الفرقاء، يعني نحن وقت كتبنا القانون بالاول كتبناه مع كل الفرقاء الاساسيين على بهذا المجال بلبنان. نعم. وكان في فرقاء يمكن ما بالضروره يفكروا بنفس الطريقه، ما بالضروره يكونوا عم بيقدموا الخدمات بنفس الطريقه، ولكن توافقنا على نفس الاهداف وهيدا شيء تجسد يوم الانتخاب. نعم. يعني نحن في عندنا 826 اليوم عندهم اذن مزاوله مهنه، في منهم صاروا برات لبنان، يعني عندك بالقليل 200-300 برات لبنان، اجى على الانتخاب اذا مش غلطانه 480 شخص تقريبا. نعم. يعني تتشوفي انه اجوا النفسانيين يقولوا نحن بدنا نقابه، عرفتي؟ وكان هذا شيء كثير حلو. صحيح، مثل ما ذكرتي أكيد كان في مشاركة جامعة. نعم. بالانتخابات وكمان كان عم يتنافس أكيد بالتساوي. صح. ليحتين. صح. مش بس بالتساوي، بكل محبة وبكل أكيد. روح حلوة أكيد مع نبني نقابة ونحو نقابة جامعة. صح. بدي أعرف من حضرتك شو هي أهداف النقابة الأولى للنفسانيين؟ نعم، نحن أهدافنا الأساسية بشكل عام بدنا نهتم بالنفساني. شو يعني؟ يعني بدنا نصلن حقوقه. نحن اليوم لحديت هلأ مثلاً بالدولة اللبنانية أو بالقوانين ما أنا موجودة هالمهنة، فهلأ بدها تنوجد خلاص، صار في لنا نقابة حصرية. كل يلي بيشتغلوا لازم يكون عندهم حقوق معينة، مفروض كونتراية العمل تكون واضحة تجاهها. بدنا نقدر نحصن له تدريبه، لأنه في عنا أشخاص اليوم ما عندها مجال تظهر برات لبنان لتكفي تدريباتها، أو هي بعدها مبلشة وبحاجة لتدريب مستمر. وبدنا نقدر كمان في حال حدا انتهك له حقه ندفع له عن حقوقه. نعم. هاي من ناحية. من ناحية تانية صار فينا ننوجد بشكل رسمي برسم السياسات الوطنية للصحة النفسية، وانت بتعرفي قديش بلبنان اليوم بحاجة. وعالميا نحن بحاجة لهيدا الشيء. نعم. من ناحية تانية هالشي بيضمن حقوق المستفيدين. نحن اليوم بلبنان بعد في أشخاص ما بتمس بصلة لمجال علم النفس أو الصحة النفسية، وبكل هيك بتقعد وبتشتغل وبتفتح عيادات وبتعتبر نفسها عم بتعالج. صحيح. وبتضر بالعالم. صحيح. لحديت اليوم في ناس كمان يمكن بيمارسوا خطأ وبيأذوا أو بيخرجوا عن أخلاقيات المهنة، فوقت فينا نقابة بتضبط كل هيدي الأمور. ونحن أول شيء رح نضبطه أنه القانون صار معروف، يعني ما بقى في حدا يجي يتزرع أنه أنا ما معي خبر وبقدر كفي اشتغل. إذا ما عندك إذن مزاولة وما رح تنتسب للنقابة ما فيك تشتغل، وقلنا حقا لاحقك. نعم. وهلأ في من هلأ بويب سايت وزارة الصحة، نحن بعد ما قدرنا نخلص الويب سايت تبعولنا تحت البرنامج الوطني للصحة النفسية، في لائحة النفسانيين يلي عندهم إذن مزاولة مهنة. الشخص ما عنده إذن مزاولة مهنة مش مفروض يشتغل. يعني دكتورة وقفت على نقطة أنا كان بدي أحكي فيها، اللي هي أكيد من أهداف النقابة المنتخبة الجديد أنه تحصين المهنة من الأشخاص اللي عم بيمارسوها وما عندهم مؤهلات. هون بدي أسمع من حضرتك
الشركه. شو خطوره هذا الموضوع على الاشخاص اللي عم يتم علاجهم او على الصحه النفسيه بشكل عام؟ نعم، اولا الاشخاص يلي بيجوا بحطوا ثقتهم بشخص، يعني فتحوا لهم حياتهم، مش انه اجوا سالوا اذا راسي عم بيوجعني شو بدي اعمل، اجوا ياخذوا قرارات مصيريه، اجوا يغيروا بشخصياتهم، اجوا يعالجوا وضع. فاذا هن عندهم هشاشه معينه، واذا انت عالجتي بشكل خاطئ خربطتي حياتهم. هيدا شيء لا يغتفر، واحد. اثنين، اوقات الاشخاص يلي بفضل مداخلات خاطئه بيعتبروا انه المهنه كلها غلط بغلط، وبيرفضوا يكفوا يعملوا اي علاج مع اختصاصي معروف. ليش؟ لانه نحن جربنا، دفعنا مصاري كثير، وكانت خبرتنا كثير سيئه. فهذا الشيء ما بيجوز. مسؤوليتنا كثير كبيره، كثير كبيره، لانه عم نلعب بحياه الناس. نعم، بما انه عم نحكي عن الصحه نتدخل النفسيه، يعني نحن ما بنلعب، بس انه يلي بيشعوذ بيكون عم بيلعب. صحيح. بما انه عم نحكي عن الصحه النفسيه دكتوره، اليوم ما فينا الا ما نوقف على واقع الصحه النفسيه بلبنان اللي اكيد رح تخبرينا اكثر عنه. صح. نحن قبل جائحه كورونا وقبل الوضع الاقتصادي، في دراسات واضحه بتدل انه عندك اقل من 10% من يلي بيعوزوا الخدمه بيوصلوا لها. نعم. قبل يعني كان بعض الوضع منيح، من بيناتهم بين الاطفال والمراهقين في فقط 6% بتوصلهم الخدمه. هيدي دراسات موثقه. واذا بتطلعي عن انتشار الاختصاصيين، ما في انتشار على كل الاراضي، كله محصور، مش كله يعني اغلبيته محصور ببيروت وجبل بردان. نعم. اوكي، فاذا قبل حتى الازمه كان في ازمه. اليوم اجت الازمه اللبنانيه، او تفجرت الأزمة اللبنانية وإجت أزمة الكوفيد، واليوم عم نحصد أثار السلبي على الصحة النفسية. فاليوم الحاجة للدعم النفسي حاجة كتير أكبر من قبل، والخدمات اليوم مقلصة بدل ما تكون زائدة، لسبب أنه في كتير هجرة للأدمغة، في كتير هجرة للأشخاص يلي هن عندهم المجال أنه يعطوا خدمة مفيدة. ففي عرض كتير، يعني طلب كتير على الخدمة، والتلبية قليلة. نعم. مش بس من الناحية المادية، عم بحكي حتى من ناحية توفر القدرات البشرية. فهيدا بخلينا نحن كنقابة وبخطتنا الاستراتيجية رح يعني نحاول نطلع بهالمقاربة نقدر نحط مراحل لهالخدمات النفسية. يعني يمكن في واحد يعمل شيء كتير خفيف وبسيط بالمجتمع وبالمحيط، وبعدين يروح للخدمات المتخصصة لنخفف من العبء ونكثف الجواب على الحاجة. نعم، بما أنه عم نحكي دكتورة عن واقع الصحة النفسية بلبنان، شو بتتوقعي الأيام الجاية تكون عم تحملنا؟ لأنه مثل ما بتعرفي للأسف الوضع الاقتصادي أو الأوضاع على كافة المجالات عم بتكون إلى الأسوأ. مزبوط. مش إلى الأفضل. هل هذا الشيء عم ينعكس على الصحة النفسية بصورة أكيد مباشرة كبيرة، أو هل عندك أمل معقولة تكوني عم تنقلي لنا إياه؟ بالأول خلينا نوصف واقع. نعم. لأنه الأمل هيك بالهوى ما بيفيدنا. فإذا نحن عنا ناس مضغوطين كتير، إذا كانوا أهالي وعم بيعاركوا لحتى يقدروا يخلصوا الشهر ويطعموا أولادهم، هودي رح يقدروا ما يكونوا قادرين يقوموا إذا بدي أقول مهمتهم التربوية كأهل، ورح يصير في أكتر مشاكل. أكيد الأشخاص يلي تبقى مرهقة عرضة أكتر أنه تصير عصبية، تصير انفعالية، تصير عدائية، وبتشوف الناس زادت مشاكلها وزادوا التعديات على بعض، وصارت شوي شريعة مين الأقوى بدل ما تكون شريعة الحقوق. هيدي نقطة. نقطة تانية مهمة جدا، بفتكر نحن لازم ننتبه أنه يمكن يكون في عنا مشاكل حتى بالقدرة على التعلم. يعني اليوم رح يكون في، نحن بلد كان 99.99 من ولادنا بيتعلموا. صحيح. اليوم رح يخف هيدا المنسوب، وبالتالي رح يزيد الجهل، رح يزيد التعصب، ورح يزيد عدم يعني المرونة. انت تتقدري تتعاملي مع مشاكلك لازم يكون عندك مرونة. صحيح. ليكون عندك مرونة لازم يكون عندك معرفة أوسع، فالأشياء بترتبط ببعضها. فهيدي إذا بدي أقول إيه، نحن بأوضاع وقادمين على أوضاع رح يكون فيها تحديات أكبر، ولكن
نحن كنا بأوضاع فيها تحديات كبيرة وأنجزنا. يعني صح. أنا كبيرة شوي فبتذكر أنه بأيام الحرب وأول ما طلعنا من الحرب كان كمان ولا في مواد ولا في مراجع ولا في اختصاصيين كفؤ كفاية، في كفؤ ومش كافيين. مع هيدا وكله قدرنا ننجز أمور. نعم. فالإنجاز يتطلب الشجاعة، التصميم، والمعرفة والكفاءة، وهودي أمور بعدها موجودة، نعم. ولكن بدنا نطلع بنظرة يمكن فيها شوية نخترع يعني حلول غير تقليدية لنوصل لمطرح. نعم، يعني أعطيتينا بصيص أمل اللي إيه كنا إيه عم نحكي أكيد. عنه. أكيد. بدنا نحكي شوي عن برامج النقابة. شو بلشتوا تحضروا وشو في عندكم برامج أكيد بتحب تخبرينا عنها؟ هلا نحن بمرحلة تأسيسية نعم، صراحة، يعني بعد ما في شيء على الأرض، يعني نحن ملموس. بالمرحلة التأسيسية بده يكون في عنا مركز، بده نعمل النظام الداخلي، أخلاقيات المهنة، المجلس التأديبي، كله هذا بده ينعمل، انتخاب اللجان. نعم. حطينا مسودة لخطة استراتيجية بتتناول عدة نقاط، منها التدريب الجامعي، منها تعدد الاختصاصات، العلاج النفسي، إلى آخره إلى آخره، لما طول عليك. هالخطة بدنا نعلنها بأربعة حزيران للنفسانيين، يعني اجتماع للهيئة العامة يلي هي بدها تتناقش معنا بالخطة، لأن احنا منآمن انه ما رح تجي من فوق الاشياء هيك سكب على العالم، بدها تكون تشاورية تبعدين نقدر ننتخب اللجان ويصير يبلش العمل قانونيا وجديا بتشرين مثل ما مكتوب بقانون مجلس النقابة، بقانون النقابة كقانون عام. إلى ذلك، إلى جانب هالشي، بلشنا ببعض الأنشطة، خليني أقول العلمية، أو بلشنا كمان ببعض التداول مع داعمين ممكن يساعدونا ماديا لحتى نقوم بالأعباء. نعم، أكيد. على سيرة النشاطات والبرامج اللي عم تشتغلوا عليها، ما فينا إلا ما نذكر أكيد مؤتمر نفسانيون الدولي الثاني لعلم النفس 2022 أجورا تحت عنوان ماذا سيكون شكل العالم غدا. نحب نذكر أكيد قبل ما تخبرينا أنه هذا المؤتمر هو برعاية نقابة النفسانيين بلبنان، ممثل أكيد بحضرتك الدكتورة ليلى عقور الديراني، وأكيد بنظمه مركز نفسانيون المؤتمر الدولة الثانية، وأكيد ذكرنا هو بعنوان أجورا. نحن أكيد بدك تخبرينا أكثر عن هذا المؤتمر، ونوضح شوي للمشاهدين شو هي أجورا. أكيد هي مرتبطة بالفيلسوف العظيم سقراط لما سأل بالساحة اليونانية شو بتعني أو شو هو مفهوم الحياة بالنسبة لكم. صح، هي الفكرة كتير حلوة. هن نفسانيون أشخاص عندهم هيك رؤية حلوة لمجال الصحة النفسية، وبيقوموا بنشاطات فيها كتير من الابتكار ومن نعم الواقعية. نعم فهيدا المؤتمر حبوا هن يعملوه تيفكر الواحد شوي خارج الإطار المألوف، يعني ما نكون مكبلين بأطر، ولكن نفكر برات الإطار لنقدر نطلع بشيء مبدع أكثر. فاندعى هذا المؤتمر من جميع الأطراف، عم بحكي حتى عالميا، يعني في أشخاص رح يحكوا، هن أشخاص من خارج لبنان وأسماء مرموقة، من لبنان وأسماء مرموقة. ولأنه مؤتمر شوي خارج عن المألوف، مطلوب كل واحد يجي يقول كيف بيقشع بكرة، يعني ما محطوط اذا بدك مثل بشكل تقليدي بكل المؤتمرات انه رح نتناول هيدي النقطة وهيدي النقطة وهيدي النقطة. خلينا نقول هي عصر افكار. نعم، هذا الشيء يا دكتورة بالعلم النفس، هذا الشيء قديش بيساعد الشخص انه يكون عم يفتح له افاق، وقديش بيساعده انه يكون عم بيفكر بحياته. هلا لما تيجي تسالي مطلق شخص كيف بتشوف بكره، هذا ممكن سؤال ما يكون خاطر على باله، خاصه بكل الظروف اللي عم نعيشها. صح. الشخص عم بيعيش كل يوم بيومه. مزبوط. وقت بتسالي السؤال كيف بتشوف بكره، انا عاده بساله بوقت بالتشخيص، حتى نعم، بساله تشوف اذا الواحد عنده رؤيه لبكره. الناس بتحلم ببكره، بعد عم تحلم. والناس يلي ما بتحلم ببكره نعم، غرقانه باليوم، لازم نساعدها تشيل راسها من تحت المي.
لأنه يلي بس بيطلع بتحت المي أو يلي بس بحط إيده قدام عيونه بيشوف المشكل، ما بيقدر يشوف كيف بحله. نعم. إذا بيشيل المشكل من قدام عيونه بيشوف كيف بحله، بيقدر يشوف. فاليوم إذا بتطلع بس باليوم ما في نحل بكرة. فالدعوة ما هي موقع هيدا المؤتمر اليوم جاي بوقت في دعوة لكل شخص منا شوي يطلع من اليوم شوي نتفة، اقبال اليوم تتقشع بكرة. هاي هي هذا شعار كتير حلو، أكيد رح نختم فيه حلقتنا. بس قبل ما أختم بدي أسمع من حضرتك هيك رسالة بتوجهيها لكل المواطنين وكل الأشخاص اللي عم بيعانوا، أكيد صح بكونك دكتورة بمجال علم صح النفس. أنا يلي بحب أقوله وبحب أكون كتير واقعية، يعني نحن وقت اللي عم نقول في ظروف عصيبة، ولكن دايما الإنسان عنده المقدرة إنه يكون عنده المرونة لحتى يشوف الضوء ضمن العتمة. هيدا مش شعر، هيدا مش شعر، هيدا واقع ممكن نعمله. نعم ما بعرف إذا في وقت أعطي أكيد، تفضل. هالمثل. في شخص كتير معروف عالميا اسمه بوريس سيريولنيك، هيدا شخص حكي كتير عن المرونة وعن هالمفهوم. هيدا بخبر إنه في ولد بميتم وبفتكر هو هيدا الولد، ما كان لأنه من أوروبا الشرقية. مهم، في ولد بميتم كانت حالته بالويل. يلي خلاه يتأمل بالحياة هو إنه كان كل يوم يشوف الجنيناتي يلي بيساوي الجنينة بهيدا الميتم ويحكي معه كلمتين. هيدا اللي خلاه عنده أمل ببكرة ورجع صار شخص عظيم. مش ضروري نصير عظماء، العظمة مش ضرورية، ولكن يلي عم بقوله الشخص اللي بيعطي كلمة حلوة، الشخص يلي بينتبه لوجودك بيعرف انت مرقتي من هون عم بقول لك مرحبا وابتسم لك، بحس بوجودك. بفتكر هاي اول خطوة لازم نرجع نتعلمها، لانه هاي من شيمنا وقيمنا الضيافة والاستقبال، ومش ضروري نتصفر. صحيح، استمتع فهي بأبسط أمور الحياة. خلينا نبلش بهاي، نقول كل يوم نحن وظاهرين من البيت بدي قول مرحبا كيفكن ببسمة. بفتكر خلينا نبلش من هون. بنبلش من هون، وأنا بدي أختم معك من هون. أنا أكيد بدي أشكرك دكتورة ليلى عكوري ديراني على مشاركتك معنا، أكيد نورتينا، وأنا بدي أرجع أكيد هنيكي بهالمنصب اللي انتخبتي فيه للمرة الأولى. أكيد نحن بنفتخر فيكي، شكرا وأكيد أمتعتينا بحديثك اليوم. شكرا شكرا لحضورك. شكرا. هو المنصب مسؤولية إن شاء الله أكون قدها يعني أكيد صراحة. أكيد، شكرا، شكرا يعطيكم لك. العافية. مشاهدينا نحن أكيد مستمرين معكم، فاصل صغير وبنرجع.